نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلوها بأبرز العناوين. بنزرت وصول باخرة محملة ب 29 ألف طن من مادة السكر الخام قادمة من البرازيل. ضرورة استكمال نشر بقية الملاحق التعديدية للزيادة في أجور القطاع الخاص أبرز محاور اللقاء وزير الشؤون الاجتماعية بنور الدين الطبوبية. ارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية في نوفمبر بنسبة 21%. وإيران ترفض قرار الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي بشأن قمع الاحتجاجات وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى في مظاهرات جديدة. إلى تفاصيل النشرة، حيث رصد ظهر أمس بميناء بنزرت التجاري سفينة محملة ب 29400 طن من مادة السكر الخام المستورد من البرازيل لفائدة الديوان التونسي للتجارة بحسب ما أفاد به مصدر جهوي مسؤول لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. وبين المصدر ذاته بأن السفينة كانت وقد وصلت إلى المنطقة المكشوفة لميناء بنزرت يوم 16 من نوفمبر الجاري قبل أن تتولى إدارة الميناء تأمين كافة الإجراءات الكفيلة بإرساء الباخرة بحوض الميناء وتوفير الآليات اللوجستية والبشرية لانطلاق عملية إفراغ كامل الحمولة، وذلك بالتعاون وتنسيق مع شركات الشحن العاملة بالميناء وبقية المصالح الديوانية والأمنية. استقبل وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بعد ظهر الجمعة 25 من نوفمبر الجاري بمقر الوزارة نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ومثل لقاء مناسبة هنأ من خلالها الوزير الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة فوز المنظمة الشغيلة بمقعد في المجلس العام للاتحاد الدولي للنقابات وبمقعد في مكتبه التنفيذي. وتناول اللقاء الوضع الاجتماعي بالبلاد، وتم التأكيد على ضرورة تسريع إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الأطراف الثلاثة كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، وذلك لبلورة تصور مشترك لحل مختلف الملفات الاجتماعية وضرورة استكمال نشر بقية الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص. أكدت رئيسة الحكومة نجلة بودر رمضان في افتتاح الندوة الدولية حول دور مؤسسة التنشئة الاجتماعية في الوقاية من العنف ضد المرأة التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بأن التعاطي مع مسألة الحقوق الإنسانية للمرأة هو خط نضالي جامع بين كل الجهات الحكومية وغير الحكومية على المستويين الوطني والدولي. وأضافت بأن تونس اتخذت تمشيا يرتقي بوضع المرأة في التنمية من خلال إرساء أرضية تشجع على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن السياسات الوطنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين ومناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. ارتفع عدد المخالفات الاقتصادية التي رفعتها وزارة التجارة منذ غرة نوفمبر إلى حدود 23 من الشهر ذاته بنسبة 21% مقارنة بشهر أكتوبر المنقضي، وفق بيانات أصدرتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات. استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي سفير الصين بتونس، ومثل هذا اللقاء مناسبة أشاد فيها الوزير بالمستوى المميز الذي بلغته علاقات التعاون بين الدولتين الصديقتين في مختلف المجالات وما يحدو بلادنا من حرص على مزيد تعزيزها على المستوى الثنائي وفي الإطار المتعدد الأطراف. كما استعرض الجانبان الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة العربية الصينية الأولى المزمع عقدها بالرياض يوم 9 من ديسمبر القادم، حيث أوضح أنها ستمثل نقلة نوعية في مسار علاقات التعاون العربية الصينية من خلال ما ستطرحه من مشاريع ومبادرات وفرص للاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي بين الصين وتونس. وفي إطار مواصلة الجلسات المتعلقة بقطاع الأعلام، أشرف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر الجمعة 25 من نوفمبر الجاري بمقر الوزارة على جلسة عمل خصصت لمواصلة النظر في وضعية عدد من المؤسسات الإعلامية، وذلك بحضور رفيق بن إبراهيم رئيس الديوان وحياة بن إسماعيل رئيس الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية وممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وممثلي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل. وتم الاتفاق بخصوص النقاط المطروحة في الجلسة والتي تندرج في إطار فض الإشكال أو الإشكاليات التي تشكو منها بعض مؤسسات قطاع الأعلام، كما تم أيضا الاتفاق على مواصلة الجلسات الدورية المبرمجة في الغرض.
أفادت وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية رفضها قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن ممارسات السلطات الإيرانية خلال الاحتجاجات التي شاهدتها عدة مدن في بلاده خلال الأسابيع الماضية. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بنزرة توصل باخرة محملة ب 29,000 طنا من مادة السكر الخام قادمة من البرازيل. ضرورة استكمال نشر بقية الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص أبرز محاور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بنور الدين الطبوبية. وارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية في نوفمبر بنسبة 21%. نهاية النشرة الإخبارية، شكرا لكم على حسن المتابعة وتصبحون على خير. We'll be right back.